السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. رضا عبد العال بيقول لك مرتضى منصور بينه وبين ربنا عمار، علشان كده الزمالك بيكسب. انا مش هعلق، انا مش هعلق، اللي عايزين انتوا تعلقوا على، انا مش هعلق. يعني خبير التحكيم رضا البلتاجي، سيبك من الكلام اللي اتكلموا بخصوص الشك في ضربه جزاء النادي الاهلي وطرد لاعب نادي الايسترن كامباني، لكن مع هاني حتحوت دخل علشان يحلل اللعبه، ساب اتكلم عن اللعبه واتكلم، وبعد كده بيقول لك ايه الورقه اللي خدها كريم فؤاد من ريكاردو سواريز مدير فني النادي الاهلي، بعتبرها ايه، حجاب دي ولا ايه؟ وقال ان اللقطه غير مالوفه في الدوري، وهو ولدي تحفظ عليها. تتحفظ عليها ليه؟ غير مالوفه في الدوري، بتحصل في الدنيا بحالها، بتحصل في الدنيا بحالها. ها لكن ايه بقى لدي تحفظ عليها؟ يعني التحفظ عليها ايه؟ يعني وصل، يعني سبت كل حاجه في المباراه وسبت كل حاجه في الكوره والنادي الاهلي بتتحفظوا على حاجه زي كمان التحفظ وصل لهذه الدرجه؟ يعني على النادي الاهلي التعليق من حكام، يا ريته مثلا الجمهور ياخدها بطريقه نكته زي ما علق مثلا الكاشف وقال لك اداله الورق علشان يذاكر في الملعب. يعني رامي ربيعه بيغيب عن مباراه الاسماعيلي الاهلي القادمه امام النادي الاسماعيلي بسبب الايقاف وحصوله على انذار جاهز على طول. الصباحي، الصباحي شغال الله ينور يعني. وبرضه في لقطه عايز اتكلم فيها بخصوص الحكم محمد الصباحي بعد المباراه، شفنا مشاده كده ما بين محمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي ولاعب ايسترن كومباني، اللي قالها وحكى القصه لاعب ايسترن كومباني. يعني قال لك خلال المباراه كان في خبط وبتاع، بيقول لك انا هاخد القصه والروايه بتاعت ايسترن كومباني مش بتاعت محمد عبد المنعم. قال خلال المباراة كان في ضرب بدون كرة يعني. فالمباراة خلصت خلاص، ما فيش ده، هو بيقول لك عم منعم ضربني من غير كرة، يعني مش ضرب، ضرب يعني حماس زايد يعني. بعد الملعب الولد بتاع إستر توجه لمحمد عبد المنعم وحصلت مشادة. مين اللي هنا غلطان؟ أنا عايز أقول بتاع إسلام الكمباني، شفت مباراة كريستال بالاس ونادي ليفربول لما انطرد داروين نونيز؟ بسبب ايه؟ شوف اللقطات طوال ال 57 دقيقة اللي لعبهم داروين نونيز مع مدافع نادي كريستال بالاس، عقاد وكل شوية تخبيط، زق وده يزق وده يعمل كرة قدم كده يا حبيبي. ها انما انت رايح له الحكم محمد صباحي بقى اللي ادى ريكارد سواريز انذار ما بين الشوطين، وادى رامي ربيع انذار على رامي ربيع ماشي هنعتبر، لكن ده فين المفروض هنا طرد يا حبيبي؟ ده احنا شفنا اثنين مدربين بيسلموا على بعض، واحد شد الثاني اللي هو بتاع تشيلسي توتنهام توماس توخيل وكونتي، ها الطرد الاثنين خدوا طرد، لكن هنا في واحد رايح لواحد وبيقول لك رايح اقول له بتضرب يا حبيبي، دي الكوره، لما انت مش عايز كده روح العب باليه، فانتوا تستفزوا. فمحمد عبد المنعم بيقول له انت جاي تخلي، فرايح له يعني. ها فالحق محمد عبد المنعم قليل. طبعا انا هنا محمد عبد المنعم لازم يكون عنده ضبط النفس شويه، يعني مش كل اي حد يكلمه ينفعل، لازم هو سنه صغير لكن لازم يكتسب خبرات. يعني خلال الموسم الحالي اربع خمس خناقات لمحمد عبد المنعم، انا ما بقولش او مش عاوز، ما بهاجمش محمد عبد المنعم على قد ما هي نصيحه، لازم هتقابل كل حاجه في كره القدم. لكن انا بتكلم على التحكيم، سبت لي بقى الولد ده رايح محمد عبد المنعم، كره القدم كده فيها يا حبيبي. ها ولا انتوا ايه، ما عاوز تطبطبه وعايز يروح حته ثانيه يلعب باليه؟ يعني خالد غندور بيتكلم عن السوبر الافريقي وبيقول لك ان السوبر الافريقي ده مضحك، نظام مواجهات السوبر الافريقي ده امر مضحك، يعني حاجات مضحكه من الكاف يعني. ليه خلوه ده؟ خالد غندور بيقول لك نظرا لتوجيه نظام البطوله لابعاد الفرق القويه عن جميع الفرق المتوسطه والضعيفه، واللي بتلعب جميع الفرق القوية في جانب وباقي المستويات الأخرى في جانب آخر. يعني طب بسم الله ما شاء الله حضرتك قوي، طب عملت إيه مع بترو أتلتيكو في دور المجموعات السنة اللي فاتت يا قوي؟ ها طيب أنت قلت السنة اللي فاتت إن البطولة ضعيفة واللي قبلها البطولة ضعيفة، وخالد غندور قال الدوري قد بطولة أفريقيا 200 مرة، طب مع بطولة السوبر بقى وأديك رايح مع فرق هتقول إيه بقى؟ ها ضعيفة برضه، والدوري قد بطولة أفريقيا قد السوبر الأفريقي
200 مرة يعني. طب ورينا الهمة، ورينا الهمة يا وحش الوحوش يعني. بالنسبة لنادي بيراميدز، نادي الزمالك عمال يرسل عطية كل شوية على واحد من لاعبي نادي، مرة عايزين اللاعب أحمد توفيق وشوية يخرج أحمد توفيق، مرة عايزين اللاعب دونجا وشوية يخرج دونجا، وعاوزين عبد الله السعيد وشوية يخرج عبد الله السعيد، وأنباء تتردد إن اللاعب عاوز يعتزل اللعب، وأنباء حاليا نادي الزمالك عايز بلاتي توري اللاعب بتاع بوركينا فاسو، اللاعب المتألق مع نادي بيراميدز بصراحة يعني. لكن بيراميدز بيقول له لا انسى وخد البنسى كله الا بلاتي توري. بلاتي توري ده اللي احنا هنعمل عليه الفرقه وبنين عليه الفرقه، لعيبه تانية بتاخد رواتب اعلى عايزين نشوف تكلموا قدموا عروض. عبد الله سعيد ما عندناش مشكله انه يمشي عادي، تقدم بعرض يا سيدي والبت في الامر يعني. ايضا بالنسبه لنادي الزمالك، ابراهيم نضاي اصبح قريب من نادي الزمالك، لاعب نادي ليزيرن السويسري، تقريبا عقده انتهى ونادي الزمالك خلص معاه، وان شاء الله سيفشل باذن الله مع نادي الزمالك باذن الله. طبعا ده بعد الكلام عن زكريا الوردي واقترابه من التعاقد مع نادي الزمالك. احمد سيد زيزو، رحيل احمد سيد زيزو بنسبه كبيره، يمكن بنسبه كبيره احمد سيد زيزو يرحل عن الزمالك مع الموسم القادم ليه. اكثر من نادي اتكلمنا عن نوتنغهام فورست الانجليزي، طلب التعاقد مع اللاعب، نادي الزمالك بيقول لك مفيش اي حاجه وصلت لنا من هذا الكلام. بعض الانباء ترددت ايضا النادي الريان القطري عارض مبلغ مالي كبير على نادي الزمالك للتخلي عن احمد سيد. ده باقيين على العشره بس، احمد سيد زيزو عقده في شرط جزائي 2 مليون دولار، لكن لو دفعهم اي نادي هيخلص مع احمد سيد زيزو يعني. بالنسبة للنادي الأهلي بنسبة كبيرة خلص مع محمد صبحي، هيكون حارس مرمى، وده يديك السبب اللي خلى شوبير كل شوية بعد ما كان بيقول النادي الأهلي يعمل صفقات قوية رجع بعد كده على مسؤوليتي إن النادي الأهلي صفقات النادي الأهلي مش تقيلة يعني. ده بسبب إن الحارس اللي جاي مش هيبقى زي الحارس اللي وابنه، أنت عارفين يعني، بلاش نخش في القصص دي. لكن بصراحة علي لطفي قدم مباراة ولا أروع أمام نادي إسنان، كان في كرة خطرة لعماد ميهوب في الشوط الثاني رأسية وتألق فيها. بصراحة علي لطفي حارس مرمى جيد ويستحق. لو سألتني هل النادي الأهلي محتاج كل مرة يلعب فيه علي؟ آه ممكن يلعب ماتش وبعد كده نقلق، لكن بنسبة كبيرة كل المباريات اللي لعبها بسم الله ما شاء الله كلين شيت يعني حتى الآن، ومباريات وطلع كرات صعبه. فالنادي الاهلي حراسه المرمى والنادي الاهلي بخير يعني، هنشوف. لكن زي ما بتكلم حضراتكم محمد صبحي مش عايز يرجع نادي الزمالك، النادي الاهلي مكلم نادي فاركو، فاركو هيفعل العقد مع نهايه الموسم، ومرتضى بيوصي جمهور الزمالك علشان محمد صبحي. كان في مكالمه تم تسريبها وسمعناها كلنا، وانا مش هعدها يعني ومش هزعها. مكالمه خاصه ما بين عبد الناصر زيدان ومرتضى منصور، ومرتضى منصور كان في مداخلة أول أمس مع خالد الغندور، اتكلم لعبد الناصر زيدان وقال لك هنزلك المكالمة وأنت بتقول النبي سامحني. بالفعل مرتضى منصور نزل هذه المكالمة، وعبد الناصر زيدان قال المكالمة اللي تم تسريبها من قبل الأستاذ مرتضى منصور، والتي أعتذر فيها له عن أي لفظ مسيء صدر مني ضده وضد أسرته حقيقة، وحصلت ليلة النصف من شعبان الماضي، وما زلت أؤكد للجميع أنني طويت صفحة الماضي وأغلقت هذا الملف بلا رجعة، وهذه المكالمة عنوان للتسامح أشرف وأفتخر بها. بصرف النظر عن حضرتك تتفق أو تختلف مع عبد الناصر زيدان، لكن الراجل كان واضح يعني حتى من قبل ما تظهر هذه التسريبات، وهذا ايضا مش دفاعا عن عبد الناصر زيدان، كل واحد ليه موقف وليه وجهه نظر. ودايما انا بقول ما بحبش اغلط في حد ولا اتجاوز في حد علشان انا ما اتحطش في موقف ان حد يجبرني اعمل حاجه انا مش عايزها يعني. ده طبيعته ودي يعني انتوا عارفين اسلوبي، بنتقد اي حد واي حاجه ها. طبعا اي حد ده في حدود المسموح يعني، واي حاجه طبعا فيما يخص الاراء، ودايما بقول الاحترام والتقدير لكل الاشخاص اللي احنا بنختلف معاهم. لكن ما حدث من الاستاذ مرتضى منصور بصراحه موقف مش لطيف، وزي ما بقول حاجه مش جديده عليه،
حاجه مش جديده على مرتضى منصور، هو التسريبات قبل كده طلعت مع احمد دياب وي 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 في تسريب، حتى هذا التسريب الراجل زي ما قلت عبد الناصر زيدان من 3 4 شهور طلع وقال ان انا عملت مبادره صلح مع مرتضى منصور، عاوز اغلق هذا الملف، وعلشان الواحد يركز في اللي جاي، من الحياه مش هتبقى كلها صراعات. والراجل بادر واعتذر لمرتضى منصور علشان ننهي كل شيء. السؤال اللي بيلح حاليا، لماذا مرتضى منصور يهاجم عبد الناصر زيدان؟ هل عبد الناصر زيدان من بعد شهر شعبان وبعد هذه المكالمة، هل صدر أي تجاوز من عبد الناصر زيدان تجاه مرتضى منصور؟ من وجهة نظري ما أعتقدش، إلا إذا كان بقى الأستاذ مرتضى منصور شايف إن النقد أو كلام عبد الناصر زيدان فيما يخص الحكم الأخير والحبس والنقد اللي عمله مرتضى منصور، او الاخبار والانباء اللي بتيجي عن القبض عن مرتضى منصور، او مرتضى منصور موجود في المكان الفلاني وبيجهز، اللي اذا اعتبر ان حد بينقل خبر او بيتكلم عن نقل خبر ده يعتبر اساءه. وانا السؤال هنا، هل مرتضى منصور لم يحصل على حكم بالحبس لمده شهر؟ هل مرتضى منصور مش بيجهز لمذكره نقد علشان ينقض الحكم؟ طيب هل المذكرة والنقد هل ينظر إلا إذا كان مرتضى منصور في محبسه؟ مش ده الكلام الطبيعي والكلام المنطقي؟ أعتقد إن عبد الناصر زيدان قال هذا. عبد الناصر زيدان ما أعتقدش من شهر شعبان يعني حتى الآن إنه تجاوز. ليه يا جدعان نخلي الأخبار الطبيعية إلا إذا كان بقى هو مالوش رغبة إنه يعني يتنازل عبد الناصر زيدان والكلام ده يحصل يعني؟ لانه اساسا من حوالي 15 يوم برضه اتكلم مع مجدي عبد الغني، وعلى ما يبدو مجدي عبد الغني كان بتوسط وساطه ما بين عبد الناصر ومرتضى منصور، وقال اللي بقول لعبد الناصر ان مجدي عبد الغني توصل وكلمني في الموضوع. ان انا ليه؟ هو ليه التباهي يا جماعه؟ ويطلع رضا عبد العال يقول لمرتضى منصور بينه وبين ربنا عمى، ليه واحد خلاص؟ ليه يعني؟ مع احترامنا لعبد الناصر بصفه عامه يعني، لما اكون ان انا قادر. هل النهارده في بنسمع كلنا عن ان مرتضى منصور بيوسط ناس علشان الصلح مع محمود الخطيب، وان ناس مسؤولين في كبار في الدوله توسطوا علشان مرتضى منصور، وان ناس طلبت من الخطيب انه يعفو عن مرتضى منصور، وطلع توفيق عكاشه قال بعتذر بالنيابه عن مرتضى منصور. هل الخطيب يطلع يقول فلان وفلان كلمني ان انا اعفو عن مرتضى منصور؟ عمرك ما تلاقيه، عمرك ما هتلاقيه. اللي بيعمل خير عمره ما بيتباهى، ده بالعكس عمره ما بيذل، او مش عايز اقول عمره ما بيحاول يكسر الشخص اللي اعتذر. خلاص ما دام في انت قبلت الاعتذار، هو المكالمة عبد الناصر كلمه كده والنبي سامح، ما اكيد في حد تبص قال مفيش مشكله خليه يكلم، ما خلاص كلمه، خليه بقى تسجل له ليه بقى؟ لكن من شاب على شيء شاب عليه. في النهايه شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.